اللي يعيش ياما يشوف، واللي يقرا كأنه عاش. وانا بقرا حكاية تخلي اي حد ما يأمنش للدنيا، لان حالها مش دايم لحد. نور مثلا بعد ما كانت كومبارس. عندي هدف وهوصل له بأي طريقة، وهبقى زيك ويمكن اغنى منك كمان. بقى بيكتب لها افلام. دي بطولة وفيلم مكتوب لك مخصوص. اللي انا عايزك فيه يا نور مش معناه انك مومس او انا قوام. احنا مش بنعمل كده علشان مصلحة شخصية او علشان فلوس. احنا بنعمل كده علشان مصلحة البلد. أحياة أمك؟ وطارق اللي كان بيعيط لما مرة واحدة خالف فيها مبادئه، بقى بيعمل تربطات مع الأمن. حلو أوي. جينا لمربط الفرس. إحنا مش عايزين نقطف. إحنا اللي هو مين؟ نصر. ولا رأفت اللي فيلته كان بيتقابل فيها أغنى أغنياء مصر. هسيبك بقى من الكويت وتيجي مصر؟ لا، مشطب عليها كلها الأول. يفتح نادي فيديو. والله. هشتغل على تاكسي كمان؟ آه. زبون الليل بتاع نادي الفيديو دماغك ما تمشوش. انا ممكن اقتلك وادفنك مطرح ما انت قاعده. انا وانت هنقطع مع رأفت للابد، والباقيين هيتعاطفوا معاه عشان ظروفه زي الزفت. عايزني اسامحك؟ سيبنيش اموت. يا ترى لو عرفوا اقدرهم كانوا هيفضلوا يجروا جري الوحوش، ولا هيفهموا ان ده حال الدنيا؟ ايه يا حسين؟ عجزت كده بسرعة ازاي؟ الهم والعين. هم؟ هم ايه بقى؟ فلوس الدروس ولا قصات العربية؟ هم الضمير. استغربي يا شنور، اكتشفت بعد العمر ده كله ان عندي ضمير، وضمير قاسي جدا. شايف كوبايه الميه دي؟ انا شايفها دم. اي حاجه باكلها او اشربها بحس فيها بطعم الدم. قعدت اسبوع ولا باكل ولا بشرب لحد ما كنت هموت. طب كويس. انت شمتانه فيا يا نور؟ ابدا والله، بس اصل حالتك دي دلوقتي انسب حاله للموضوع اللي انا عايزاك فيه. لؤي، مش ده ابن سليم عثمان؟ أنا متأكد إنه كان هنا.
أموره يا بشوات. ركز معايا لو سمحت. سنة 98 أنا جيت هنا ودفنت أمي. دفنها بالليل متأخر قوي. أنت دفنتها معانا. ماتت في حادثة قتل وكان اسمها سمرة. فاكر؟ فاكرها. وفاكرك كويس. هو ده يوم اتنسي؟ تمام. أبراها راح فين بقى؟ أبراها مين يا ست هانم؟ أنتوا بعد ما مشيتوا سمعنا حركة وفركة وأصوات، اتلبشنا، جرينا فتحنا أبراها لقينا أمك صاحية. نعم؟ انت اتهبلت في عقلك يا نور؟ عامله لي كمين؟ شوف الراجل، ما انت كنت من 5 دقايق عامل لي فيه عبده الندمان. ندمان على اللي عملته؟ لكن ما عملتوش هندم عليه ليه؟ بقول لك ايه يا ابني، تقص صغير، ما تقذيش نفسك وروح دور على قتل ابوك بعيد عني. ها؟ وانت يا فنانة، اللي كان بيحميكي مني مات من زمان، ما تفتحيش بقى في القديم عشان انت مش قده. لا اقف عندك بقى، القديم بيتفتح بيتفتح ومش بمزاجنا، غصب عننا، وبقالنا 4 ايام ما بننامش، ولو اتفضحنا يا حسين رجليك هتتجرجر هتتجرجر، فما تعمليش فيها بتاع بقى عشان احنا كلنا دافنينه سوا. وبقول لك ايه من الاخر كده، الغلبان ده ملوش ذنب وعايز يروح ينام وهو عارف مين اللي قتل ابوه، ومش جاي يأذي حد يا حسين، فاهمني؟ الا لو انت فعلا اللي قتلت ابوه. أنا ما بخافش ومحدش يقدر يبني دراعي، وماليش أي مصلحة في مسلم عثمان. شوف يا ابني، اللي قتل أبوك مش هيخرج بره التلاتة دول. البنت دي التانية دي اللي اسمها أميرة، هي التالتة اللي ماتت. اسكت، مش طلعت ما ماتتش؟ نعم. مش بقولك اللي فات بيتفتح بس انت مش مصدقني. بص، الظاهر ان مفيش امل واني اضعف منكم كلكم. استرجل يلا، احنا لسه في بداية الطريق، ومادام حطيت في دماغي ان انا اعرف مين اللي قتل ابوك يبقى هعرفه. بص يا لؤي، انا وابوك اذينا بعض، فضلنا ندور في دايره ملهاش نهايه من الحب والمصلحه، بس اللي انا اكتشفته النهارده ان انت اكتر واحد انا اذيته، وانت مالكش ذنب في اي حاجه، فمن فضلك انا عايزاك تسامحني، وده مش مربوط خالص بان انا ساعدك، فاهمني؟ فكري بالعقل، لو سمرة عايشة من 14 سنة هتسيبنا في حالنا ليه؟ دكتور بيعرفني وعارفها بالاسم. ايه؟ هيخترع حدودة؟ الراجل كبير وبيخرف. ما هو انا مش هقتنع ان سمرة عايشة كل ده وسايبانا في حالنا. يا اميرة دي سمرة امك وانا مؤاخذة، وعارفاها اكتر مني. لا، سمرة عايشة. طيب عموما لو سمرة عايشة يبقى خلاص كده اللغز اتحل وعرفنا مين بيبعت لنا. السلام. وهي سمرة هتعرف تعمل سيديهات وتبعت رسائل؟ انتوا خلاص هتتعاملوا مع الموضوع على انه امر واقع؟ سمرة ماتت وانا متاكد من كده. والحاجة راضيه اللي فوق دي مش كانت ميته؟ ايه يا حبيبي، في حاجه؟ انت عايزه زبادي بالفواكه؟ خلي حد من الشغالين يجيب لها. نام. هات لها انت. ايوه، انا بعد ما اجيب مين اللي هياكلها يعني؟ ما تاخديش على كده. اكيد طبعا مش مبسوطة وانت بتأكليني بايدك. كويس انك عارف. قوليلي بقى، امجد عامل ايه معاكي؟ من ساعة ما جه وهو بيذاكر. بيذاكر؟ احنا في يوم الاجازة. انا بفتكرش الايام من بعضها، او من ساعة ما جه وهو قاعد بيقرا. ماما، انت بتدوري على حاجة؟ مش لاقية مخدة. جدتك كانت عايزه مخده تحطها تحت. انا ما طلبتش منك مخدات. لا، ما عنديش مخدات زياده. انا محتاجه حاجه تاني؟ ايوه.
امك عايزه تستحمى ودلوقتي ومش عايزه تتكشف على خدامين. ما عداش ساعه ولو قلت لك عليه ابتدى يحصل. اهدي يا اميره وخلينا نشوف اخره اللي احنا فيه. حد فيكم فكر مين محتاج يسامحه؟ انا خلاص اكتر حد اذيته في حياتي خلاص سامحني. وانا فكرت. وانا كمان. مين؟ مش من اولها كده انا وديها فتنة يا تيتا. على فكرة انا اكتر واحد ممكن يكون بيحبك في البيت ده. يعني ايه بقى يا ولد؟ مش فاهم. يعني مش اي حاجة تسألك عليها مامي تقوليها. شوية زايمر مش هيضر يعني. وده ممكن يضايقها؟ جدا. حاضر يا حبيبي. يلا بقى نامي وانا قافل النوم. صباح على خير. الشريط بس حصلت لنا ظروف في البيت. انا اسف انا شريك في المحل ده وما اقدرش اتصرف لوحدي. مش عماد قول له بس جورجيت. معلش انا اسف ما اقدرش. حصل خير بس على فكره عيب كده. انا زبونه هنا في المحل. لو عماد كان موجود ما كانش عمل معايا كده. لو عماد كان موجود كان هو اتصرف. قول له بس جورجيت سالت عليه. طيب مستغرب اني عرفت اجي ولا كنت متخيل انك هتعرف تخبي عليا اكتر من كده؟ انا مش مخبي عليك عشان بعمل حاجه غلط. انا مخبي عليك عشان انت كنت ضد بيع الكباريه فكنت عاوز اثبت لك اني هنجح وبعد كده اقول لك. هو ده طموح؟ تشتغل بياع في محل ملكي مش شغال عند اي حد. انت قلعت الدبله ليه؟ عشان احنا مش هينفع نكمل مع بعض يا رأفت. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك الحقيقه من غير لف ولا دوران. من اول يوم يا ابن الناس ما انت عارف قد ايه انا بكره الفقر. ومستنيه اليوم اللي اهرب فيه منه. انا لو كملت معاك هكمل فقيره وانا مش هكمل حياتي يا اميره. المباحث بيصيروا ملاقوا فلوس بابا. ده غير انهم ممكن يفكوا الحراسه. الصبر بس يا اميره. ارجوك الوضع ده مش هيطول. الوضع ده بقاله سنه ونص. ومفيش اي حاجه بتتغير. ده الكباريه بني ادم اللي كان ممكن تكسب لك منه فلوس بعته. وجيت تأجر لي محل شرايط فيديو بتأجر شريط ب 50 قرش. مفيش حد سألته لو قال لي المشروع ده بيكسب. بيكسب بس ما بيغنيش. وهنكمل بقية حياتنا فقراء. وأنا مش هينفع أكمل بقية حياتي فقيرة يا رب. الحب يا أميرة. الفقر هيقتله. خلينا نسيب بعض وإحنا في بينا حاجات حلوة. أحسن ما نسيب بعض وإحنا كارهين بعض يا رب. أميرة أرجوكي. هتصرف. هعمل أي حاجة. بس نفضل مع بعض. ماشي يا رأفت. أنا ممكن ألبس الدبلة دي بس بشرط تصالح والدتك. صالح ماما؟ ملف الجماعات الإسلامية ملف خطير والتعامل معاه لازم يكون بحذر. أنا متابعهم من قبل ما أجي وتقدر تقول كده إن معايا ورقة مهمة جدا في صفنا. قصدك الشخص ده اللي زرعته جواهم؟
ما اقدرش انكر انها فكره كويسه، بس خطر. خطورتها كانت هتبقى اكبر لو كان هو اللي ساعى عشان ينضم لهم، لكن العكس هو اللي حصل، وده في صالحنا. انت فرحك امتى؟ بكره. سعادة القنصل بيقدم لك اعتذاره انه ما قدرش يجي، وانه مضطر يكون في العراق الفتره الجايه، وبعت الظرف ده لحضرتك. والف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. عن اذن حضرتك. متأكدة من اللي بتقوليه ده؟ والله ده اللي اتقالي، انا جيت اقوله لك زي ما اتقالي بالظبط. لصدام بكره هيدخل الكويت. هو بقى له فتره بتكلم في البترول وانه الكويت بتضخ كميات اكتر وده دور اقتصاد العراق، بس مش لدرجه انه يتجنن كده. انا ما فهمش في كل الكلام ده، انا المعلومه اللي عرفتها جيت اقولها لك على طول. انا حتى خرجت لك مخصوص من المستشفى. بس قلقتيني عليك على فكره. ما تقلقش على غالي، وبعدين خلاص بقى يا سليم، الحدوته دي ما بقاش لها طعم. انا ماشيه. لا 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 لا، احنا ما اتفقناش على كده. عبد الحليم موسى مين اللي انتوا عايزين نهدر دمه؟ وبعدين انا مين اصلا عشان اهدر دم حد؟ احنا مش عايزينك تهدر دمه، احنا معانا فتوى بكده ردا لقتلهم للشهيد علاء محي الدين. احنا كل اللي عايزينه منك انك توصل كلامنا للناس اللي بيسمعوك، لان الناس اللي بيسمعوك دول اهم عندنا من اتباعنا. مش عايزينك تهدر دم حد، بس عايزينك تكفر الحكومه. اتكلم عن كفر حكم الطاغوت، وان الحكم الا لله. ولما ده يحصل الناس هتبقى معانا. طب ما احنا ممكن برضو نستقطب الناس دي، بس بالحجه بالعقل، مفيش داعي للدم. احنا بنجاهد في سبيل الله يا شيخ طارق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. وبعدين انت عزيمتك رخو وأمانك ضعيف ولا يا شيخ طارق؟ عكس ما كنا فاكرين، ما تخليناش نندم ان احنا اخترناك. عشان لو ندمنا يا شيخ طارق مش هيحصل لك كويس. هنبدأ من امتى؟ الجمعة الجاية أول خطبة ليك في جامع المصطفى في السويس، وإحنا عاملين لك حشد ناس كتير ولا كأنك طالع غزوة، وكل جمعة هنبلغك بالمكان الجديد. شد حيلك يا شيخ طارق، إحنا اعتمدنا عليك كبير قوي بعد ربنا. سلام عليكم. يخرب بيتك يا مدحت، الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي شفتك فيه يا مدحت. الله يخرب بيتك وبيت اليوم الاسود اللي انا عرفتك فيه. انا كان مالي ومال البهدله دي كلها؟ انا اهدى انت كمان؟ انا مش ههدى. دول عايزين يختاروا عبد الحليم موسى، وعايزين انا اصدر ده للراي العام عشان اقنعهم بيه. بقول لك ايه، انا ما اتفقتش معاك على الكلام ده ولا اتفقت معاهم على كده، ولما جيت اقول لهم ان انا مش هنفذ الكلام ده هددوني. بقول لك ايه، اقفل دول شكلهم رجعوا تاني. اقفل اقفل. نهال، ازيك يا نهال؟ الحمد لله. الناس اللي شكلهم يرعب دول كانوا نازلين من عندك؟ يرعب؟ لا، انا اصلا ما كانش عندي حد، انا كنت لوحدي. تشربي ايه؟ مش عايزه اشرب حاجه، انا في عندي كلمتين كده عايزه اقولهم لك وامشي. قولي. في ايه؟ في موضوع كان اتفتح بينا قبل كده ولازم نتكلم فيه تاني قبل بكره. قبل بكره ده يعني قبل فرحك؟ اسمعي يا نال، اذا كنت عايزه تفتحي الموضوع اياه فبلاش أحسن. هو
ولا يا طارق هتكلم فيه. انا بحبك بجد يا طارق، مع اني عارفه متاكده كويس قوي انك عمرك ما حبيتني، واننا عمرنا ما هنكون لبعض، واني اول ما هتجوز مدحت ويتقفل علينا باب واحد لازم انساك، عشان انا مش في طبع الخيانه. عشان كده جاي اتكلم معاك النهارده عشان نقفل على الموضوع ده للأبد. أنا فاهمك كويس ومقدر كلامك كله يا نهال، بس أنا أخوكي، ومن بكرة أنت هتبقي مرات أخويا، فياريت تفكري فيها على أن أنا أخوكي وبس، عشان ربنا يبارك لك في اللي جاي. أنت هتتجوز أميرة يا طارق؟ على كل ربنا يهنيك. انا في حاجه بس كنت حابه اقولها لك قبل ما امشي. جوازك من اميره شبه مستحيل. أنا تاني مرة أتفرج على المسلسل ده ومش فاهمة، هي فضة المعداوي دي يقصدوا بيها مين؟ الشعبيين يعني؟ يقصدوا بيها السوقيين يام. وإيه الفرق؟ أنا شعبيين، أنتي سوقيين يام. ومال صوتك؟ مفيش. طب انتي بتعيطي ليه دلوقتي؟ مخنوقه شويه. لو عارفه انك بتحبيه كنت فهمت عياطك ده. انتي عارفه انا ماليش لا في الطبطابه ولا النحنح، لكن برضو انتي عارفه انك الغاليه وست الغاليين، وكل اللي انا عايزاه من الدنيا مصلحتك. حاسه اني واطيه قوي في عينيهم ياما، ودروس ابتدت تروخ فوق نافوخي بقى. دروس مين يا عناي؟ لا ده كل واحد فيهم يلم نفسه، احسن ما افتح له المتغطش. خايفه من بكره. ما تخافيش، طول ما امك عايشه ما تخافيش. اشرحي لي حدوته الرايه البيضة بقى، عشان انا المسلسل ده مجنني. شوفي يا ستي، دي خناقه ما بين التحضر والجهل. يعني ايه تحضر؟ تضحكي على ايه يا بنت؟ ازيك يا عريس يا ابني؟ اللي زيكم زمانهم نايمين، ده انتوا فرحكم بكره. نهار صحة يا طنط. ثواني أشوفها لك. خير يا مدحت؟ الوقت متأخر قوي. إيه اللي وديك عند طارق؟ أنت رجعت تراقبني تاني؟ ما تغيريش الموضوع. كنت بتعملي إيه عند طارق؟ أميرة سابت رأفت عشان طارق، وبصراحة بقى مش هيبقى هما والزمن عليه، فرحت أقوله يهدى وما يصحش دلوقتي. ارتحت؟ أهي المباحث اللي في دمك دي هي اللي هتخلينا نسيب بعض في يوم من الأيام، وقسما بالله العظيم يا مدحت لو رجعت تراقبني تاني. أنا مش براقبك، طارق هو اللي متراقب. طارق متراقب ليه بقى؟ طارق شغال مع الجماعة الإسلامية. Thank you.
امسك اشغل الليمون وغوق كده، ولو ليك نصيب فيها هتكون لك. بقالي سنتين وانا باخد على قفايا من الدنيا وبس. عملت ايه وليه كل ده؟ انا ما اعرفش جدع. انت ما تبقاش خيغع كده. انا اعرف ناس بقالهم 30 و40 سنه بياخدوا على قفاهم وما بيعملوش زي كده. ده غير انك كنت زي الفل، لولا موضوع اميغه بس. رأفت، انت لازم تسترجل. الدنيا اللي جايه يا حبيبي مش زي الدنيا اللي انت كنت تعرفها. دنيا فريد هجرس. الدنيا اللي جايه عشان تخضع عليك لازم تكون دنيتك انت بس. دنيا رأفت، انا مش هقدر اعيش من غيرها، هي الوحيده. يا عم بقول لك ايه، نوح بتاع الحريم المسخ ده انا ماليش فيه. انت ابوك مات وامك انت مقطعه وعايز زي الفل. دنيا يا ابني ما بتقفش على حد. وبالرغم من كده يا سيدي يصبح الصبح وانا هتصرف لك في الموضوع ده. اشغب الليمون بقى واتخنت. على فكرة مش انت لوحدك اللي بتحب، انا كمان بحب. ومين تعيشت الحظ دي؟ لا ما ظنش انك تعرفها، اصلها زبونة ليل. بس انا لسه ما قلتلاش حاجة. طيب ارجوك لما تيجي تقولها حاول تبعد على الكلمات اللي فيها الري كتير. خمت على خير. انت من اهل. نهال نهال اصحي يا نهال، اصحي حبيبتي. اصحي. ايه يا ماما في ايه على الصبح؟ في مصيبة حصلت. مصيبة ايه بس؟ العراق بتضرب في الكويت. عراق ايه بكويت ايه؟ تقول ايه يا ماما؟ زي ما بقولك كده، الحرب قامت بينهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يسلم شيء من العطش والحرق كأنما جرى. آخر مسمار بيتدق في نعش القومية العربية. عالم شكله بيترسم من جديد بعد سور برلين متهد. ما بفهمش الكلام ده، بس اللي بيحصل ده مش حرام؟ لما البترول بيتكلم صوت الحلال والحرام بيخلص. الاوتيل لغى الحجز عشان مليان كواتب ومش هينفع يعملوا افراح في الظروف دي. ايه التهريج ده؟ انا شايف ان كلامهم منطقي يا مدحت. اه طبعا عشان على مزاجك، بس تعرفي يا نهال انا برضو هعمل الفرح ان شاء الله حتى في اسوان. يا جماعه هدوا نفسكم، مش كده؟ انا هحلها لكم. ازاي يعني؟ انا اشتريت فيلا فريده هجرس، خلاص نعمل الفرح فيها. محدش جه، مفيش حد تحت غير طارق وامي ومدحت وعيلته، حتى رأفت ما جاش. محدش هيجي. بقولك ايه، كملي انت ميك اب عقبال ما انزل اعمل حاجه وارجع لكم. فين ضحكة العروسة القمر؟ طب فاهميني بس في ايه؟ حاضر يا نور، انا هتصرف. منورين. طارق عايزك فيه تروح تجيب رأفت دلوقتي حالا ان شاء الله غصب. واجيبه ازاي ده كمان؟ احطه في شوال وجره لغاية هنا؟ المهم انه يجي. الغلبانه اللي فوق دي لازم تتزاف في وسط اصحابها. اوكي. هو ده. مبروك يا نهال. مبروك يا عروس. Thank you.
متهيألي ما كانش ينفع في الجيش النهارده. حرق في نار جهنم اللي اسمه صدام ده، شرد شعبه. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي بريد خلاني تفتكر ربنا. بس يا بيت مدحت، هو انت مش ناوي تروح للدكتور؟ ليه؟ عشان يعني احنا دلوقتي بقالنا ولا حاجة. صباح على خير. مصر والدول العربية كلها هبت معيطة النهاردة. وبعدين؟ ولا قبلين. أي دولة هتقرر تشارك في تحرير الكويت شعبها مش هيعترض. احنا أوله. عارف يا سليم، كان يوم أسود يوم معرفتك. ليه بس يا روحي؟ ده أنت من ساعة ما عرفتيني بقيت من زاوية الأملاك. أملاك؟ ده هي حيالله حتة فيلا. فكرتني، بقالي كتير قوي ما رحتش بصيت عليها. حاولت الاتصال بيك في الفيلا محدش بيرد. كلمني ضروري على الرقم ده. خيري رضوى. الو الو انكل خيري، ازيك؟ كويس انك بخير. شفت اللي حصل لنا؟ طبعا طبعا. امرني رافض. انت عارف انا ملياش حد غيرك يا رافض. وانت عارف انا عندي اولاد صغيرين وطلقتي دي انا مش بضمنها. هنا البلد بتنهار وفلوسنا بتتسرق. البنوك ما بتحولش اي فلوس. انا قدرت ادبر حد يهرب لي فلوسي على مصر، بس لازم حد يستلمها وانا هنزل بعد شهر. رافت الفلوس دي امانه في رقبتك لغايه لما انزل لك. طبعا ارجع بالسلامه ان شاء الله. معاك ورقه وقلم تاخد العنوان الجديد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، لقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو مما علم من الدين بالضرورة، أنه يجب الحكم بما أنزل الله، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله، لا بين المسلمين والكفار ولا غير ذلك، إلا بحكم الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. ومتى حلل الإنسان الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان مرتدا، وعليه فإن المرتد يجب قتله. قوي قوي يا نهال، الفيلم مكسر الدنيا والصحفيين والنقاد هيتجننوا عليا. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي، انت وش السعد عليا. الف مبروك يا حبيبتي، ورب تفضلي مكسره الدنيا كده على طول يا رب. مالك يا نهال، في ايه؟ لا مفيش، انا بس كنت عايزه اسالك سؤال وعايزاكي تحلفي لي انه هيفضل سر ما بيننا. حبيبتي من غير ما احلف ومن قبل ما اسمعه، في ايه؟ هو انت ومتحد، أقصد زمان يعني، كان في حاجة ما بينكم؟ مش فاهمة. حاجة زي إيه؟ حاجة زي، خلاص بقى يا نور أنت فاهمة قصدي. آه والله أبدا يا نهال، مفيش أي حاجة من اللي في دماغك دي خالص. حتى الأيام اللي ما كنتش بلاقي مكان أبات فيه وكنت ببات عنده، كان بينزل هو يسهر في الاسم. مالك يا نهال، في إيه؟ لا مفيش، ما تشغليش بالك أنت. برضه محدش جه يسأل عليا. زعمات محدش جه يسأل عليا. لا لا امشي بقى. طيب هعدي عليك بالليل. ماشي يلا. انا اسف يا نسه جوزت لو صوتنا ازعجك. لا بتأسف على ايه، مفيش حاجه حصلت. ممكن اخدها؟ اه طبعا. لا 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 المره الجايه. وده امتى ده؟ جثته وصلت امبارح. ممكن خيري مات؟ لا اله الا الله، ده حصل ازاي؟ معرفش اي حاجه، احنا بقالنا شهور وشهور ما بنتكلمش، حتى مصروف الولاد ما كانش بيبعته من اول ما الحرب ابتدت. بقية في حياتك. حياتك بقية. لو احتجت اي حاجة انا موجود. ازيك يا أميرة؟ يا رب تكوني بخير. أنا مش زعلان من اللي أنت عملتيه فيا. قبل ما أجرب الفار كنت أكيد حزعل، لكن دلوقتي لأ. ما أقدرش أنكر إن يوم ما شفت مدحت ونهال بيتجوزوا حسدتهم من كل قلبي.
ولا أقدر أنكر أني كنت حموت وأنا واقف ضيف في فيلتي. ولا أقدر أنكر إن قلبي بيقول إن طارق دلوقتي بقى مناسب ليكي أكتر بنجاحه وشهرته، لكن اللي متأكد إن حنكره إنك في يوم من الأيام تكوني لحد غيري. أنا ماشي يا أميرة وراجع تاني، راجع لك. عملت حاجة على بابوه؟